الشيق والمثير الذي يدخله الهلال والشباب بعد ان حصد الهلال المركز الاول في الدور التمهيدي ولعب في المربع الذهبي امام الهلال. الدوخي العويران التمام، سالم سرور مرر، ترجع مره ثانيه سالم واد، خلص اماميه سريعه وسوز المحاوله الان لمارقليف وتلعب كره لكن اماميه وسط الملعب. خميس عويران للدوخي والدوخي مر الكره اماميه للتماوي وداخل منطقه رساله النقيل وترجع مره ثانيه التماوي هيئها وسط الملعب، محاوله لاستمرار تماوي وهي نفسه ويلعب كره ولكن الى ضربه ركنيه لصالح تعادل الاهداف وتتمرر عيدة يحاول الهلال مرة ثانية اثنيان يعدي مرر وتنقطع او بالاحرى ما تصل احد الى ضربة مرمى لصالح مرة مباشرة اثنيان يلعب كرة امامية تلعب وقوية على ذكر الكرة كرة المنتخب السعودي اللي لعبت نيام في مرمى المنتخب الكويتي في نفس المكان وفي محاولات حقيقة لكن تصل كرة في منطقة الجزاء ضعيفة. كرة تمرر سريعة بور سوزا بيحاول يعدي داخل منطقة الجزاء، دوخي ماخذ خانة معاه ودوخي ينقل داخل منطقة تنقل وبرات اللعب وخارج أرض الملعب ضربة مرمى اثنيان ضغط ويحاول وكرة تلعب ناحية اليسار والجابر يمر يعدي داخل المنطقة تلقى من والله خطرة كاد الشباب ان يدفع ثمن غالي. كرة مرتدة ناحية اليمين في الدقيقة 30 ويحاول يعدي تصيده وقوية وهدف اول يلعب كرة جميلة جدا ويخطف كرة خاطفة كرة مرتدة سريعة من وسط الملعب للمهلل الذي لا يتوانى بمستخدم كل خبرته ليلعب كرة جميلة جدا لم يسعف الحظ ولا الخبرة لم تسعف العتيبي لصد هذه الكرة الخطرة في الوقت الذي توقع الجميع من خلال كرات متوالية هلالية على مرمى الشباب توقع الجميع أن يكون هدف ل طبعا في بطاقة على المهلل ولكن سجل يستفيد من كل فرصة والكرة فرص الأهداف تأتي من خطأ ومن فرصة وهناك من يستفيد وهناك من يفشل ولكن فؤاد أنوار ويلعب كرة أمامية ومحاولة المهلل يحاول يعدي داخل الجزاء والجول الثاني ويسجل الجول الثاني الشباب والمهلل يبدع في تسجيل الهدف الثاني والثغرة واضحة في خط دفاع الهلال الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 35 هدفين للشباب وهذا الهدف الثاني ايضا يسجل للمهلل الذي يحاول والله اوسكار مبسوط شوف لعادة المهلل لا ما في ترقية الهلالية هناك ثغرة واضحة في خط دفاع شوف عاد رجع مرة ثانية في هذه المباراة لكن لاعب مثل المهلل بعد تقريبا 88 مباراة دولية اعتقد انه لا يضيع مثل هذه الكرات عموما اللاعب الان سريع محاولة من جديد وكرة امامية للشباب وهدف ثاني وتلعب وجميلة شديدة وتتكمل الله وترجع وثالثة إلى خارج أرض الملعب والله ارتباك كبير في دفاع الهلال استفاد منه الشباب ولكن كاد فؤاد أنور أن يسجل هدف ثاني للشباب
في اقل من دقيقتين من تسجيل. شوف الشريط ده، الفرج هو اللي اللعبت اوسكار. وفي هذه اللحظه ايها الاخوه والاخوات يعلن حكم المباراه عمر مهنا نهاية الشوط الاول بتقدم الشباب بهدف. ايها الاخوه انتهى الشوط الاول بتقدم الشباب بهدفين مقابل لا شيء للهلال. وانا شايف هناك تغيير، فالنسيا من الهلال وخرج حسين مسعري، وطبعا هذا تغيير صحيح 100%. حسين مسعري لم يكن في الفورما، وكذلك فالنسيا ماركو ليانز. لاتشي عيون صقر وتفكير حاد وكرة اللعب، وهناك ربما بطاقة على شنيف، بطاقة على شنيف أول ويلعب وكرة خارج أرض الملعب. تبدأ من جديد ثنيان، يحاول عدي ثنيان ويمر ومعه فؤاد أنور، وثنيان يعدي وتنقطع إلى رمية التماس لصالح الهلال. كفاح ومثابرة من ال قبل دقيقتين بس اخذ بطاقة صفراء وخسر الشباب في وضع صعب. خسر الشباب لاعب مهم وفاعل هو خالد شنيف في خط الوسط، وايضا بعشر لاعبين. ايضا الطرد في تصوري طرد صحيح و100%. كان بطاقة حمراء، كرة اللعب داخل منطقة نقيل وترجع مرة ثانية إلى اليسار، ومحاولة للتماوي، والتماوي يحاول يعدي، يعدي إلى انقلة داخل منطقة نقيل، وبالرأس جميلة، بالرأس جميلة لكن إلى خارج أرض الملعب. المفرج المندفع من خط الدفاع الهلالي في مباراة قوية ومثيرة. إذا في تغيير، راح يطلع لطف وراح ينزل نواف. نواف وكرة اللعب داخل منطقة النقيل، وكرة اللعب وبالراس وخارج ارض الملعب. نواف التمياط. شك ان الهلال يتصدر الاندية السعودية بفارق كبير في تحقيقه للبطولات، لهذا سمي واطلق عليه الزعيم، زعيم البطولات. كرة اللعب ومحاولة تمياط داخل منطقة الجزاء، وفالنسيا واو ضربة ركنية، لكن ضربة مرمى. من الفرص التي تتاح له دائما كرة اللعب ناحية اليسار، تماوي راح ينقل وداخل منطقة النقل الحلوة يحصلها. كرة اللعب ناحية اليمين هتاخذ وأيضا تقطع، واللعب مستمر، ضغط هلالي ومحاولات، كرة داخل منطقة الجزاء وتلعب ولكن حلوة أخرى. غير منطقي، يبقى المهلل في المقدمة، كرة اللعب بالرأس وخارج أرض الملعب. كرة جميلة من فالنسيا، كرة جميلة ولكن إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى، ماركو ليامز طالع أو طلع وخلص ونزل عبد العزيز خطران. وهذه الإعادة، هذه الإعادة جميلة جدا ولكن خارج أرض الملعب. ضربة مرمى، سامي مضطر يتراجع للمشاركة في خط الوسط. الدوخي مشرك والدوخي يعدي وكرة اللعب والحلوة من الشباب. نواف، نواف تم يضع مضرب ذات النقيل، وهناك راية وتسلل. أنا أقول لك دائما الشباب يحاول أن يعمد على كشف التسلل. راح ينزل الجمعان، يبدو عبد الله الجمعان، والمطلوب هو التركيز من الهلاليين. كرة اللعب دوخي من خارج منطقة الجزاء، جابر يمرر والتمياط ويعدي وضربة جزاء. هل يتغير شكل المباراة؟ ضربة جزاء ضربة جزاء
اذا في تغيير يطلع سوزا يطلع والجمعان نازل اذا الجزاء تساوى الهلال والشباب في ضربات الجزاء سجل للهلال نواف التمياط هدفين في الاتفاق والطائي وسوزا في الشباب وسجل الشباب فؤاد انور هدفين في النجمه والاهلي والعوامه في مرمى النجمه يعني فؤاد انور والتمياط متخصصين في ضربات الجزاء مين اللي راح يلعب ضربات الجزاء مين اللي راح سامي الجابر سامي الجابر سامي والهلال يتقلص الفارق بهدف الجابر بهدف الجابر يتقلص الجابر بهدف الجابر يتقلص الفارق الواحد شوف شوف الإعادة هدف جميل ضربة تسديدة جميلة جدا تسديدة جميلة جدا والهلال الآن أنا قلت قبل شوية والعلم عند الله أن المباراة لن تنتهي 2-0 في هدف في هدف وأيضا نكرر الوقت الأصلي باقي على 20 ثانية والوقت الضائع عند حكم المباراة والهدف يأتي في أقل من دقيقة و اللعب مستمر تمياط اللعب قوية وجل هدف والله كرة هذه مرسولة من القلب من القلب هذه من أعماق الخبرة من أعماق خبرة سامي الجابر لعبها تعادل 2-2 في وقت إضافي ولا في شيء مفاجأة في وقت اضافي ولا مفاجأة؟ كل واحد منكم يقول كل واحد مع باله كذا مع مخه كذا يفكر يقول في وقت اضافي انا بالنسبة لي خلاص قلت لك بيجي جول جاء 2-1 قلت لك يجي تعادل جاء 2 خلاص ما اقدر اقول لك شيء لكن المباراة هل ستشهد هدف قبل وقت الاضافي والله مفاجآت متوالية اليوم المفاجآت متوالية بدأت بهدفين متواليين للشباب ثم تعادل كرة اللعب ارتاحت الأعصاب بعد الكرة راحت الكفاح الكرة لا تعرف اليأس والكفاح من الفريقين الشباب حاول وكافح أن يحافظ على النتيجة ولكن الهلال أيضا كافح وحاول أن يعادل النتيجة عندما كان النتيجة 2-0 قلت أن الهلال ليس بسهولة أن يخسر أو يحتز عموما تأخر ماوي مرر وتغطي ماوي دخل ذات اللقين وتتكمل فرصة العمر الهلالية سوق محاول يعدي وكرة خطرة الآن هي نفسها على القوس يمرر وكرة مرزا ومحاولة تسديد وسدد وكرة جميلة ولكن خارج الملعب جمعان دخل ذات النقيل وتتكمل ركنية
ركنية الارتباك. يعني واضح ان الهلال اكثر تفوقا من الشباب بعد الطرد الشتيم. حقيقة اصبحت المعادلة صعبة الشبابية رغم تقدم بهدفين، المعادلة كانت صعبة جدا. طرد شنيف لا شك انه وترك خلل كبير في تشكيلة الفريق الشبابي، وحتى تفكير اوسكار وخططه وتكتيكاته كلها تغيرت وتأثرت بالطرد. كرة لعب تغمز ذات نقل وترجع مرة ثانية الى ضربة ركنية. كرة امامية لعب وبالراس والحلوة انتهى انتهى. هل ينتهي فعلا؟ هل ينتهي فعلا؟ هناك مفاجأة جديدة. جمعان حاول يعدي. صافرة حكم المباراة، صافرة حكم مباراة الدوري عمر مهنا تنهي الشوط الأول بالتعادل أيضا 2-2 فقط. هناك تغيير لمواقع الفريقين. جول هدف ذهبي جول ولا ركلات ترجيح ولا ركلات ترجيح ما ندري. شوف جمهور هلالي لا شك اكبر يغطي يمكن يعني نقول 70% من مدرجات استاد الملك فهد الدولي. كرة اللعب سريعة ولكن ناحية اليسار الى خارج ارض ملعب. تيماوي ينقل حلوة. مشاركات المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. كرة اللعب سريعه خارج منطقه الجزاء تتمرر. محاوله الان محاوله تسديد داخل فيها ومره ثانيه تسلل. سلل شو تسلل؟ يسدد مره ثانيه يسدد مو مره ثانيه تسلل مره ثانيه يسدد مره ثانيه يسدد. فؤاد انور وكل ما لديه من قوه يتقدم ويلعب كره اماميه ولكن تقطع وترجع مره ثانيه ناحيه اليمين. تتمرر سريعة ناحية اليسار وكرة أهمل ذات نقل ومحاول كمل. انتهت المباراة فرقة انتهت المباراة فرقة هلالية انتهت هلالية. والله أصفق بجميع تقدير للشباب وللهلال على هذه المباراة الرائعة وهذه المباراة المثيرة. أوسكار خارج أوسكار والله قدمت مباراة جيدة وقدم مباراة تختلف الأمور. مبروك للهلال ليس غريبا على الهلال أن يفوز وليس غريبا أن يواصل الشباب بهذا المستوى. عموما ألف مبروك للهلال هذه البطولة هذه البطولة الثامنة للهلال ليس غريب عليه. إذا الهلال وهو يستعد للسفر لهونغ لتمثيل الكرة السعودية فيما يستعد الشباب أيضا لتمثيل الكرة السعودية في بطولة الركبة. أتمنى إن شاء الله أن يوفق الهلال، أتمنى إن شاء الله أن يوفق الشباب وكل من يمثل هذا الوطن. وأيضا قبل أنسى أيضا أبارك للأهلي وللنجمة ولهجر والأنصار وأيضا لكم أجمل تحية مني محمد البكر. وأنقل لكم الميكروفون الآن للزميل الأستاذ سليمان عيسى والأستاذ سالم العتيبي وإلى اللقاء وكل عام وموسم وأنتم بخير. وهكذا أيها الأخوة المشاهدون الكرام أيها الأخوة الرياضيون في كل مكان تنتهي هذه المباراة وهذا الحدث الرياضي الهام الذي يأتي تتويجا لموسم رياضي حاكم بالإثارة والندية. انتهى هذا اللقاء الذي يقام تحت رعاية مولاي خادم الحرمين.